السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة جماعة هنتكلم عن رؤية الدكتور في المنام. كتير من الناس بيشوفوا الدكتور في المنام، علشان كده قلنا نخصص لقاء لرؤية الدكتور في المنام، وهنتكلم لكل شخص على حدة. هنبدأ بالرجل كالعادة. رؤية الرجل المتزوج للدكتور، أول حاجة عاوز أقول لو إنه شاف في المنام إنه هو بقى دكتور في المنام، دي معناها إيه؟ معناها إنه هو هيكون شخص له شأن كبير في وسط الناس، مش إنه هيبقى دكتور، لا. كل شخص على حسب حالته، بمعنى لو إنه شخص تاجر هيبقى له شأن كبير بين التجار، لو إنه شخص بيحاول يتدرج في قضية العلم هيبقى له شأن كبير في قضية العلم وعليها فقس. يبقى رؤية الشخص الإنسان المتزوج إنه بقى دكتور في المنام، يعرف إنه هو هيبقى له شأن كبير على حسب تخصصه ومجاله. رؤية الرجل المتزوج زيارة الطبيب له شفاء. الرجل المتزوج شاف الطبيب بيزوره في المنام شفاء، بس بشرط عشان الرؤية فيها تخصيص عشان ممكن تزعل في النهاية. لو انت مريض شفاء، لو انت سليم مرض. تاني، انا شفت في المنام ان الطبيب بيزورني، لو انا في الحقيقة مريض شفاء، دي بشارة ان انا إن شاء الله ربنا هيشفيني وهبقى كويس. لكن شفت في المنام إن الطبيب بيزورني وأنا في الحقيقة سليم، بس شفت كده في المنام، أعرف إن في مرض أنا داخل عليه والعياذ بالله. رؤية الذهاب بقى للطبيب، رؤية اللي فاتت الطبيب اللي جالك، أنت في الرؤية دي أنت اللي بتروح له، تدل على أنك تحتاج إلى المساعدة في أمر ما وقت رؤيتك لهذه الرؤية. لو شفت أن أنت بتروح لطبيب في المنام، كل الكلام ده عن رجل متزوج، احنا مخصصين. فالرجل المتزوج لما يشوف أنه راح يزور الطبيب في العيادة، يعرف أنه هو بالفعل في الوقت ده ممكن يدخل على أمر محتاج مساعدة من حد، وكل واحد على حسب حالته. مش مساعدة فلوس، ممكن تكون فلوس، لكن ما ينفعش نخصص الرؤية على المساعدة المالية، لا، أي مساعدة، وكل شخص على حسب حالته. طيب لما نيجي نشوف رؤية الرجل أن طبيبه مات، ليها معنيين اتنين، ومع شديد الأسف الاتنين أوحش من بعض. موت زوجته أو موت أمه أو أبيه. لو حد من المتزوجين الرجال رأى أن طبيبه مات، مش إنه شاف المنام الدكتور مات، أنا كلام محدد، تليك طبيب متعود تروح له، هنا الرؤية دي خاصة بالشخص ده، مش إن واحد يشوف أي طبيب مات يقوم يقول لك الشيخ قال ان لو شفت اي دكتور مات في المنام يبقى مراتك هتموت او ابوك او امك. انا مقلتش كده، انا بحاول اكون دقيق ومبسط الموضوع على قد ما اقدر. انت ليك طبيب في الحقيقة معين تعود تروح له وما بتستشيرش الا هو في اي مجال، حتى هو مثلا يقول لك روح للدكتور الفلاني، روح، ده طبيبك اللي انت متعود تتكلم معاه في أي حاجة تخص مرض البيت لزوجتك ولأولادك. طبيبك ده لو شفته في المنام مات، حاجة من اتنين، موت الزوجة أو موت الأب أو الأم والعياذ بالله. رؤية إعطاء الطبيب للرجل المتزوج دواء، تفريج هموم، تفريج هموم على طول. صاحب الرؤية دي أكيد هيكون عنده، اللي هشوف الرؤية دي عنده هموم وكروب
ومشاكل، كل ده هيزول إن شاء الله لو شاف إن الطبيب يعطي له دواء في المناعة. طيب أحيانا ممكن بعض الناس تقول لي أنا متزوج لكن أنا ما عنديش هموم، ما عنديش مشاكل، ما عنديش أحزان. هنا نقول له وارد أن تكون أنت مديون، فهذه الرؤية تدل على سداد الديون. ما هو الاختلاف والتنوع في التفسير بيخدم الأشخاص، ما هي الناس كلها مش زي بعضها. يعني في واحد يمشي معاه تفريج هموم، واحد ما عندوش هموم أساسا ممكن يكون مديون، وهكذا. رؤية الرجل المتزوج في المنام يقتل الطبيب تدل على ارتكاب المعاصي والذنوب، كل ده لسه في الرجل المتزوج. رؤية الرجل المتزوج يتعلم مهنة الطب من طبيب في المنام تدل على السفر، والسفر الذي يعود عليه بالخير الكثير والرزق الواسع. لو الرجل المتزوج شاف في المنام ان في طبيب بيعلمه مهنة الطب، طبعا هو ده ما ينفعش، بس هو الحلم كده. معناها ايه؟ معناها ان الراجل ده هيسافر في الفترة المقبلة، والسفر ده هيبقى سفر محمود وهيعود عليه بخير كتير ان شاء الله تبارك وتعالى. هنا خلصنا الرجل المتزوج وفردنا فيها، ندخل على المرأة المتزوجة. رؤية المرأة المتزوجة ان زوجها اصبح طبيب او دكتور يدل على علو شأن زوجها، زي الرجل المتزوج بالظبط لما يشوف نفسه بقى دكتور، علو شأن. يبقى المرأة المتزوجة لما تشوف زوجها في المنام، هو مش طبيب، شافته في المنام انه طبيب، تدل على علو شأن الزوج ان شاء الله تبارك وتعالى. زيارة الطبيب لها شفاء او زوال هموم، مش زي الرجل لو انه مريض يشفى لو مش مريض يمرض، لا. المرأة هنا المتزوجة رؤية زيارة الطبيب لها تدل على شفاء إذا كانت مريضة، ولو ما كانتش مريضة وعندها هموم ومشاكل زوال هموم ومشاكل إن شاء الله. رؤية أن طبيبها مات دي زي المتزوج، لكن هنا الموت هيكون لأحد أفراد الأسرة والعياذ بالله. رؤية المرأة المتزوجة زوجها في المنام يحتاج إلى طبيب تدل على أن زوجها يحتاج للمساعدة في أمر ما. رؤيتها ترسل الطبيب لأحد الناس، شافت مثلا صديقتها في المنام تعبانة فاتصلت على الدكتور وقالت له روح لفلانة. يبقى هنا المرأة المتزوجة شافت في المنام أنها ترسل الطبيب إلى أحد الناس تدل على أنها تساعد الناس، إنسانة خيرة جدا. رؤية الطبيب يتجول في بيت المرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على حل المشاكل، عندها مشاكل سوف تزول إن شاء الله. رؤية الطبيب يذهب إلى أولادها في المدرسة، رؤية غير محمودة تدل على انتشار مرض معين معدي بين أولادها. شافت الدكتور راح المدرسة للأولاد، شافت الرؤية دي، الرؤية دي شافتها في المنام، دي ملهاش دعوة بالمدرسة خالص، مع إن بعض المفسرين قالوا إن ممكن يكون هيبقى في مرض منتشر معدي في المدرسة، ده رأي، لكن أنا مع الرأي التاني إن ممكن ده الأرجح شوية، لأن الرؤية مش خاصة بالمدرسة، رؤية خاصة بأولادها، لأنها بنقول إن هي شافت الدكتور راح لأولادها في المدرسة، ما قالتش إن الرؤية ما بتقولش إن هو راح المدرسة اللي فيها أولادها، لا. فدي معناها إن في مرض معدي زي برد، زي الأطفال بتشم من بعضها المرض وهكذا يعني. طيب بالنسبة للمرأة الحامل، كده خلصنا المرأة المتزوجة. المرأة الحامل رؤيتها تزور الطبيب تدل على قرب الولادة، تدل على قرب الولادة. رؤية أن الطبيب يولدها في المنام
تدل على حب زوجها الشديد لها ومدى خوفه عليها، وأنه يريد أن يفعل لها كل ما تتمنى. لو شافت الدكتور بيولدها في المنام، يبقى الرؤية ملهاش دعوة خالص بالولادة. الرؤية ملهاش دعوة خالص بالولادة، الرؤية خاصة بزوجها، بزوج الحامل، إن زوجها بيحبها وخايف عليها ونفسه إن هي تقوم بالسلامة، وبيتمنى إن هي تطلب أي شيء ويعمله لها. رؤية زوجها يحتاج إلى طبيب، المرأة الحامل، تدل على كثرة الديون ومع شديد الأسف. رؤية الطبيب يعطي زوجها، المرأة الحامل يعطي زوجها دواء، يدل على صلاح الحال لزوجها إن شاء الله. ندخل على البنت العزباء. رؤية الذهاب إلى الطبيب بالنسبة للبنت العزباء تدل على أنها تمر بمحنة وتحتاج إلى المساعدة. في عقبة في الطريق، كل واحد أو كل واحدة، لأن الكلام للعزباء، كل واحدة على حسب حالتها، في عقبة محتاجة تستعين بأي أحد حتى تعبر هذه العقبة، إنها تعدي هذه الصعوبات، إنها تعدي هذه المشكلة. لو شافت البنت العزباء إنها راحت للطبيب في المنام، رؤية الطبيب يتقدم لها. شافت في المنام دكتور بيتقدم لها، دي تدل على إيه؟ تدل على شغلة الدكتور إيه؟ إن هو راجل بيختص بالصحة، صحة الإنسان. تدل هذه الرؤية على الصحة الجيدة للبنت العزباء وقت رؤيتها، أن صحتها تمام، صحتها مفيش أي مشاكل، عندهاش أمراض، صحتها جيدة. طيب، رؤية الطبيب يمرض بالنسبة للبنت العزباء تدل على المرض أيضا، وكأن هناك مرض سيدخل عليها. رؤية موت الطبيب للبنت العزباء للأسف تدل على فقدان شخص عزيز عليها. لو رأت البنت العزباء نفسها طبيبة زيها زي الرجل المتزوج والمرأة المسبقة، علو شأن. ندخل على الشاب العازب، ودي آخر حاجة. رؤية الشاب العازب أنه أصبح طبيبا تدل على الترقية في العمل. طب ما عندوش عمل، التفوق والنجاح عموما في الحياة العملية. زيارة الشاب الأعزب للطبيب في المنام تدل على صلاح الحال، التحول من حال إلى حال أفضل منه. إعطاء الطبيب للشاب الأعزب دواء تحقيق أمنية بالنسبة للشاب الأعزب. رؤية طبيب النساء بالنسبة للشاب الأعزب تدل على الزواج، تدل على الزواج. يبقى شاب أعزب لو رأى في المنام طبيب وعرف إن في المنام ده قالوا له إن الطبيب ده طبيب نساء، يعرف إن دي رؤية تبشره بالزواج في الأيام المقبلة إن شاء الله. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.